السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بأحبابي أحباب تفا. ما هو اسم اليوم؟ نعم، إنه ثاني يوم من أيام الأسبوع الدراسي، إنه الاثنين. ما تاريخ اليوم؟ نعم، نحن الآن في شهر جديد واسمه نيسان. نحن في سادس يوم في شهر نيسان 6/4/2020. حرفنا هذا الأسبوع هو هاء ويلفظ هاء ويلفظ، وهذا هو شكل حرف الهاء في أول الكلمة، وهذا حرف الهاء في وسط الكلمة، وهذا حرف الهاء في آخر الكلمة. هيا لنستمع لقصة حرف الهاء. مرضت هدى فاجتمعت صديقاتها هند وهديل وهيام وأصدقاؤها هاني وهشام، واشتروا لها هدية وذهبوا لزيارتها وقالوا لها نتمنى لك الشفاء العاجل يا هدى. ما هي الكلمات التي وردت فيها في القصة فيها حرف الهاء؟ هدى، هند وتأتي في أول الكلمة، هديل هاء في أول الكلمة، هيام هاء في أول الكلمة، هاني ويأتي في أول الكلمة، هشام ويأتي حرف الهاء في أول الكلمة، هدية ويأتي حرف الهاء في أول الكلمة، ذهبوا ذهبوا يأتي حرف الهاء في وسط الكلمة، لزيارتها في وسط الكلمة، صديقاتها يأتي حرف الهاء في وسط الكلمة، لها تأتي حرف الهاء في وسط الكلمة أيضا. هيا لنتعرف على كلمات فيها حرف الهاء. ما هذا الشكل؟ نعم، إنه شكل من أشكال القمر ويسمى هلال. هلال، حرف الهاء يأتي في أول الكلمة هلال ومعه كسرة. كيف نلفظه؟ هلال. وهذا شكل الهلال يأتي عندما يأتي شهر فضيل اسمه شهر رمضان، وأيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الفضيل، وفيه نصوم من الفجر إلى أذان المغرب. هلال. ما هذا الشكل؟ نعم، إنه نهر وهو ممر مياه صغير يسمى نهر. أين يأتي حرف الهاء في كلمة نهر؟ نعم، أحسنتم، في وسط الكلمة. ما هذا الشكل؟ نعم، وجه، وهو جزء من أجزاء جسم الإنسان ويسمى وجه. أين يأتي حرف الهاء في كلمة وجه؟ نعم، أحسنتم، في آخر الكلمة. صغير العزيز، هيا فكر بكلمات فيها حرف الهاء بأول ووسط وآخر الكلمة وقم بإرسالها لي. هيا لنتعلم كيف نكتب حرف الهاء. خط مائل ثم ننزل على السطر ونقوم بتشكيل دائرة، ومن ثم نمشي فيه على السطر.
ه فتحة ه و هو ضمة هو يي هي كسرة هي سكون تبقى ساكنة مثل ما هي. هيا لنقرأ معا جملة حرف الهاء. رأيت هلال شهر رمضان. هيا لنستمع معا لبنشودة لحرف الهاء. صغيري العزيز، أرجو أنكم قد استمتعتم في أنشودة حرف الهاء، والآن هذه تطبيقات لحرف الهاء أرجو أن تطبقوها. شكل هدهد وهلال. إلى اللقاء، أحبكم كثيراً.